السلام عليكم، كيدايرين؟ لاباس؟ بخير. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، بغيت تزوجوا ابوني ولايك وتفعلوا داك الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش هكا عائلتنا تكبر ونزيدوا القدام ان شاء الله. وبداو على بركه الله. الفيديو اليوم كما كتشوفوا انا بديت نصور لكم النجوم هما الاولين. شوف دابا حنا دابا انا فاش كيما كتعرفوا في الباديه كاين الظلام، ما كاينش الضو. لا الا بغيتي تبعد على الدار خصك ضروري يكون عندك البيل ولا لامبا ولا شي حاجه باش تضوي، حيت ما عندناش البور على برا. وجينا هنا باش نشعلوا المجمر انا وايمان. ايمان كتصور وانا كنشعل في المجمر. ايوا هاد العافيه كاع ما بغاتش عليا ربي السلامه مع سماله. الجو ديال العروبيه في الليل ما نعاودش لكم كيفاش كيكون عاب بزاف 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 بزاف. صافي دابا نشعلنا العافيه يا ربي تشعل. صافي دابا غتشعل مزيان. صافي ونديرو شويه العويدات وعاد نديرو الفاخر. دابا الاجواء ديال العيد زعما راه دابا ما كنتش صورت لكم شي فيديو كنشوف فيه ولا شي حاجه. دابا يلاه في العيد ما كنبغيش نشوي حيت كتكون اللحم باقا قاصحه وداك الشيء، حتى كطول شويه عاد باش كنشويها كنقطعها وكنقادو نديرها في الثلاجه حتى كدوز عليها شي ايام عاد باش كنشويها باش كتولي فتيه. ايوا دابا هاد الليله قلنا بقات من الوالده وجدو بلا ما ديروا العشاء غنشويو داك القطبه اللي كاينين. ايوا صافي دابا جينا نشعلو المجمر باش نشويوهم. صافي دابا غادي نديرو الفاخر زعما مثل العافيه بدات كطفى. حيت الا مزدتش ليها العواد غادي تطفى، خصني ندير العواد مزيان حتى تشعل العافيه مزيان عاد ندير الفاخر. اش عندك القصر؟ صافي دابا غادي نديرو الفويخرات ديالنا. جر الخشب في الخور عندك، تحرك شويه باش ما هي بدات كطفى عليك طفى ليا وتخليني عاوتاني واحد لهنا. شوف الدخان دابا راه مضويه ليكم غير بالبيل ديال التليفون. ايوا صافي دابا مشينا للدار. صافي هزينا المجمر مشينا للكوزينه. القطبان اصلا كانوا ديجا مقطعين ومحطوط وزعما مرقدين في العطريه ديالهم وداكشي درناهم في الثلاجه. دابا جبدناهم غنعمرو القطبان. صافي ونبداو نشويو. مطيش البصله هما حسن ثاني الشو نقطعهم حتى هما ونشويهم. كيجي البصله مطيشه واعرين مع الشو كيعجبوني انا. وصافي ونعمرو اتاي قال بلاش اتاي ما غاديش ندير اتاي ما عرفتش شنو بغا واش اتاي ولا المناضه ما عرفتش نسولهم. ايوا صافي ولا شي ديالنا واجد. صافي دابا المجمع حتى واش خدم مزيان شعل مزيان. نعمر شويه ديالنا.
بانوا لي واحد المجمر حتى زوينين صراحه، كبار كيهزو بزاف. دابا بحال دابا هاد المجمر صغيرة، خص داك المجمر كيكونوا طوال، عجبوني واعرين، ولكن ما كنتش هز الفلوس ما جبتوش معايا. المره الجايه ان شاء الله نشريه، كيهز بزاف ديال الفاخر ويقدر يحط جوج شوايات كبار ولا. ايوا صافي دابا عمرنا الشوايه، غادي نديرو هاد شويه شوا ونبقاو نشوي عليه حتى تتشوي لينا الشوا ديالنا. دابا هاد الشوا راه هاد الشوا ديال المعز ديال الجدي، ماشي ديال الحول. ما نعاودش لكم على الشوا كيفاش كيجي، كيدير بحال الكبده، بنين بزاف، خصوصا ملي كتقطعوه كدير ليه العطريه ديالو كديرو في الثلاجه، واو كيجي كيشهي. صافي دابا كنشغل عليه باش يطيب شويه، حيت انا عندي خوتي، عندي شي خوتي ربي السلامه، كتضرب ديك 9 ونص 10 كيبداو يكيو على العشاء، واخا هما باقي ما فيهم لا نعس لا والو، كيقول لك خصنا نتعشاو عشان الجوع ما تعطلوش العشاء، بحال اللي زعما راه كيموتوا بالجوع. وصافي كيتعشى كيبانوا لك كيديهم النعاس وفيهم مد ديال النعاس، غير كيتعشاو كيتحلوا لهم العينين، ما بقاوش باغيين ينعسوا. صافي دابا شوينا شويه الهنا دوزا نعمر الشوية التانية، هاد الشوية كتهز غير 6 لقطة، طبعا مكتهزش بزاف، خاصك تبقى تشوي تشوي تعاود تعاود تعاود، خصوصا إلا كان عندك ناس تبارك الله خير ربي، خاصك تباتي تشوي الليل كامل. صراحة بيني وبينكم العيد هو اللي في العربية، أما المدينة صراحة ما كاين لا عيد لا والو. بصراحة لما أنا عيد في العربية وعيد في المدينة، العيد في العربية واعر، في المدينة لا علاقة. نهار العيد في العربية حنا كندبحو كنشوي وصافي، وفي العشية كنلبسو حوايجنا وكنبقاو ندورو على الناس، العائلة، الجيران، واحد كيمشي عند الآخر، واحد كيدخل عند الآخر، واحد كيبعد على بعضياتنا، كيكون واحد الجو واعر. عاوتاني هما كيجيو عندك وصافي، وكيدوز واحد الجو واعر، كتكون الطبيعه زوينه وفهمتي، والناس ما كتكونش تماره، يعني داك هذاك داك الدم وداك الهيدوره وداك الشيء كلشي كتخلي على برا، كتدخل كتدخل غير الحولي. في المدينه لا، اش كيديروا؟ كيدبحوا الحولي، كيشيو نهار العيد صافي، كيقطعوا داك الحولي كيديروا في الثلاجه صافي. اما هنا في المدينه يعني كتحس، في العربيه كتحس يعني كتشوف داك الراس وكتشوف داك التشوط ديال راسك قدام عينيك. في المدينه كتسيب داك الراس يتشوط عند شي واحد، هنا في العربيه حنا كنشوطوه، كتشوف داك الدخان، كتشعل المجمر والدخان طالع، وحنا جالسين وسط، يعني الجو واعر واعر ماشي بحال المدينه. صافي دابا قشرنا البصله، غادي نقطعوها نغسلوها، ما عندناش الماء داخل، عندنا غير السطل والبانيو وداك الشيء والماء في البوديزه صافي. صافي دابا خصنا البصله وغادي نقطعوها. هاد البصله كنا جبناها من البحيره، ما عطيش عندنا في البحيره، ولكن ما مزياناش، ما زويناش يعني. البصله واخا زوينه، كاينه فيها رقيقه، كاينه بصله الله يلا بحال هكا تبارك الله على حاسه، ولكن ما زرعناش بزاف، زرعنا شويه. صافي دابا غنقطع البصله، واقيلا قطعتها غليلة، واقيلا ايوا صافي دابا نقطعو معطيشة، وكنتمنى ما يقولوليش عمر اتاي، في اللي عمر شي اتاي، واقيلا ندير لهم غير المناضة وصافي. واخا المناضة ما كتجيش زوين مع الشوا، ماشي بحال اتاي، اتاي كيجي زوين مع الشوا. نحيد داك المجني ديال سميتو. ايوا سيري دابا صافي، راه حنا سالينا وشوينا حتى البصله، وغادي نشيو دابا مطيشه، نعمرو هاد الشويه بمطيشه. دابا صافي سالينا الشو، بقينا نشيو غير مطيشه صافي ونحطو. دابا انا اصلا وجدت كلشي، ما بغاوش اتاي، قال لك بغاو هما المناضه، فيهم اللي يشرب اتاي. نيت هناوني الصراحة، ما فيه حتى اللي يعمر شي آتي، نشوي ونعمر، ما غاديش ينسان بس هنا يعني الكامل. سناء بركة سناء. ايوا صافي دابا غادي نعمر هاد الشواية، درت شوا غادي تفرطها سناء ونقطع الدلاح، ونوجد الخبيز
وكما قلت لكم حنا ديما في الشوا ضروري كنديروا الزبده. الا ما درناش الزبده، الزبده اللي ديال البقر ديالنا، الا ما درناش الزبده شي حاجه ناقصه. صافي دابا غادي نديروا الزبده في هذه الكاسرونه ندوبوها، وهاد الزيتون الزيتون محمد كما قلت لكم راه ديجا الوالده هي اللي كتحمضو، حنا كنعاونوها زعما كنشدو الزيتون كنجيبوه كنجنيوه كنديروه نختاروه، خصك تكون داك الحبه ديال الزيتون مضروبه ما حتى شي حاجه، ايوا كنحمضوه وكنخليوه نبقاو ناكلو منه بشويه بشويه حتى هو غادي نحطو من شويه. صافي دابا مطيشة هي تشوات، غادي ندير نحطها في الاخر في الطاجين، نزيدها على داك الشو حتى هي. المهم نكمل هاد الشوية ديال البصلة ومطيشة ونتلاقى معاكم، نوريكم العشاء ديالي كيفاش جا، ونقولوا لي واش زوين ولا واش زعما زوين، هو هذا كامل مكمل ولا ناقصه شي حاجه. خوتي واخا دير لهم اللي درتي ليهم وما حاش شنو دير لهم، ضروري كيقول لك لا هاد العشاء ناقص، ما كيقولوهاش في الاول حتى كيسالوا الماكله ويشبعوا ويعمروا كرشم عاد باش يقول لك هاد الماكله ناقصه، ماشي هي هادي. ايوا صافي دابا سالينا الشوا، غادي ندري شويه ديال الملحه، ندير شويه الملحه وشويه الكمون حيت حنا عزيز علينا الملحه، خصوصا خوتي كيحمقوا على شي حاجه سميتها الملحه كيغمسوا فيها هما. صافي دابا سالينا الشوا، درنا الملحه درنا الكمون، غادي نقطع حتى التلاح وجد الزيتون، هاد الطبيسلات هادو غادي ندير فيهم سميتو، غادي ندير فيهم الزبده كما قلت لكم، المراد ديالنا هي وجدتها. ايوا ونتمنى يكون عجبكم العشاء اللي وجدت، وتهلاو في راسكم. المهم هاد الطبيله اللي وجدت ليها، الطبيله اللي وجدتها الخبيز التلاح والمشوى الزبده الزيتون المناطة، وسمح لي الا شهيت، سمحوا لي الا شهيتكم بزاف، سمحوا لي، وتهلاو في راسكم وتصبحوا على خير، ونتمنى يعجبكم الفيديو. وبسلامه عليكم، تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، بسلامه عليكم.